تعال يا صديقي، نحن الآن ضيفا السيدة دلهم. ليست موجودة لكن المكان حافل بذكرياتها. حييت أيها الكرار، ها قد تحققت أمنيتي. كنت أعلم أنك ستعود من الحج، فنصبت الخيمة لك لتبات فيها. إلى أين تأخذين الفرس؟ يا دلهم، كيف تكون رحلتي إلى الكوفة دون مركب؟ أهكذا رميت الجمرة يا مختار؟ ماذا كنت تفعل كل هذا الوقت في الكعبة؟ مركب عزمك مشلول يا مختار، فلو كنت امتطيت مركب الحب لوصلت الكوفة في طرفة عين. الشيطان هو أنت أيها البائس، أنت الشيطان بذاته. اذهب وحدك أنت أيها الصديق، أما أنا فسأبقى هنا. سأقيم هنا حتى تحل بي رحمة الله تعالى. اذهب. أنا بحاجة إلى هذه الخلوة، بذهابك تساعدني. جاورت بيت الله 3 سنوات ولكن الشيطان بقي يتنفس. أغضبت الله فتركني، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اذهب. اذهب واتركني بحالي، فقد كنت على مدى 3 سنوات تحمل شيطانا على ظهرك. اذهب. يا مختار، الثأر لدم الإمام الحسين يتطلب قلبا هائما، فما دمت عالقا في أوحال الشك فلن تنال مقام القتال مع الإمام الحسين. عليك أن ترافق وهبا، عليك مرافقته، عليك أن تلتحق بوهب النصراني في هذه الرحلة لتتعلم رموز العشق. انظري يا عروستي، انظري يا ابنتي إلى هذا القوام الفارع، إلى هذا الأسد اليافع. هذا هو عريس الأمس الخجول الذي كان بالأمس يخجل عندما تنظرين إليه. انظري إليه كيف يبدو رجلاً كاملاً في درعه ولامة حربه. لقد ازداد حبي لك وأنت في زي الحرب يا وهب. فكيف إذا رأيته في ساحة القتال؟ سيطير عقلك وستهيمين به. وهب اليوم عازم على عرض أجمل فنه لعروسه الجميلة. وهب اليوم يريد أن يترنم وسط الميدان بالأناشيد التي لقنته إياها أمه. اليوم سيتراقص السيف في يده. اليوم ولدي سوف يسحر الإنس والجن في الأرض والسماء بسيفه المسلول وبفنونه الحربية أيضا. أماه لا تبالغي، أخشى ألا أبيض وجهك. أنت شبل الأسد يا ولدي، أنا أعرف من ولدت. هل تعرف جيدا؟ أعرف ماذا؟ أعني أتجيد القتال؟ ليس بالقدر الذي تتوقعه أمي. السيف والجواد هما شرف كل عربي، وأنا عربي وسأجهد لحفظ هذا الشرف. العدو بالآلاف ونحن أقل من 100. في مثل هذه الميادين لا يعتمد على أفضل مهارات فرسان العالم. في مثل هذه الحرب سلاح العشق هو أقوى سلاح يا أمي. يا ثمرة حياة أمه، الله سبحانه أحبنا فوضعنا على طريق سبط رسول الله. لقد اختارتك يد الإمام الحسين فانتقتك من روضة الشباب يا ولدي. أنت ناصر نور عين فاطمة الزهراء. لقد وقع على عاتقك طائر السعادة، فدعيت إلى حفل أهل الملكوت. دع عنك التعزز واذهب. أماه، أراك تتحدثين وكأننا لن نرى وهبا بعد اليوم. اليوم في نينوى إسماعيل خلف إسماعيل مصطفون للذبح. ولدي واحد من هؤلاء القرابين. وهب يذهب ليضحي بدمه ليحني يدي ويديك بهذا الدم. وأنا ماذا علي أن أفعل؟ أنا التي لا أب لي ولا أخ ولا أقارب حتى. ماذا سأفعل الآن؟ لم يمر على زواجي بوهب أكثر من 20 يوما. وهب هو حبي الوحيد، هو أملي في الحياة، ولا أحد لي غيره. يا وردتي، يا عروستي، لا تدعي دموعك توسوس لزوجك فتضعفه وتثنيه عن عزمه. إذا كنت تحبينه حقا يا ابنتي فلا تحرميه من سعادته وحبه للشهادة. أماه، هذه عروسي أودعها بين يديك وأودعكما بين يدي الله. عديني بأن تكوني أماً صالحة لها كما كنت لي. كن واثقاً يا أيها الأسد الشجاع، سوف تبقى هذه الملاك الجميل ابنتي وعروسي وتذكار ولدي العزيز. بشرط واحد أوافق على ذهابك لميدان الحرب. شرط؟ في هذا اليوم نصرة الإمام الحسين تكليف شرعي على أمة جده رسول الله، فهل تكون الشروط على مثل هذا الواجب الفضيل من الإنصاف؟ ما سمعته ولا غير، فإن لم تقبل شرطي سأشكوك إلى الإمام الحسين وإلى رب الإمام الحسين أيضا. ما هو شرطك؟ أعدني بأن تقبل كي أقول لك شرطي. كيف أعدك وأنا لا أعرف شرطك؟ لا تخف يا وهب، لا يمكن لعروس فتية مثلي تريد أن تقدم كل آمالها وأحلامها للذبح كقربان أن تكون شروطها غير منصفة. حسناً تكلمي. يا ولدي، وإذا كان شرطها العدول عن عزمك على الجهاد، هل ستقبل شرطها؟ ولكن أماه، هل أنا ضعيفة العزم والإرادة إلى الحد الذي يجعلني أكون سبباً في عدول زوجي عما هو قادم عليه؟ ولكن ألا يحق لي أن أحافظ على سعادتي وأنا في هذه المرحلة من العمر؟ لماذا لا يحق لي أن أطلب لنفسي ما تطلبانه؟ فلا تخافي، شرطي ليس بالشيء الذي يمنع وهبا من الوصول إلى ذلك الحفل الملكوتي. حسناً، قلت حسناً، لقد قبلت. عليك أن تعاهدني بأن توفر لي في الدار العقبة ما لم تستطع أن توفره في هذه الدنيا. عدني بأن أكون زوجتك يوم القيامة وأن تكون زوجاً لي. سبحان الله، في أي عالم تسرين؟ في العالم الذي أنت تحلق فيه وتتشوق إليه اليوم. ماذا لو كنت من أهل جهنم؟ أتصرين على أن تكوني شريكتي؟ أبواب جهنم مغلقة في وجوه فدائي الإمام الحسين. ما أعجب شرطك أيتها الحسنة. حسناً يا وهب، هل توافق على شرط عروستي؟ وهل لي غير القبول طريق؟ عليك أن تعطيني ضماناً لكي يطمئن قلبي. وهل من ضامن أفضل من شرفي؟ لم أقصد ذلك، ولكن أريد أن يكون سيدنا الإمام الحسين ضامنك. لقد أظلمت قلوبكم فسود الله وجوهكم حتى صرتم أسوأ من بني إسرائيل. أتعلمون خطورة أفعالكم؟ أتقطعون الطريق والماء على ابن بنت رسول الله؟ لماذا؟ ألجرم ارتكبه في حقكم؟ أم لحق اغتصبه منكم؟ أم لدم سفكه من أحدكم؟ إني أقسم بالله العظيم إن لم تكفوا عنه سوف لن تروا السلام والطمأنينة إلى يوم القيامة، وسوف لن تنالوا الرحمة والنعمة من الآن إلى يوم الدين، وستكون الخيبة نصيبكم من الحياة. أنت أيها المغرور، كف عن الموعظة، صدعت رؤوسنا. من أنت؟ أنا وهب بن عبد الله بن حباب الكلبي، كنت قبل اللقاء بسيدي ومولاي الإمام الحسين أدين بدين النصرانية، وعندما رأيت إيمان الحسين وعلمه وعمله همت به حبا. أقسم بالله العظيم إن عيسى المسيح في الملكوت مشتاق للقاء الإمام الحسين. يا أهل الكوفة اسمعوا عن عزم هذا النصراني الذي رأى النور بنور الإمام الحسين. أقسم بالله خالق الشمس وخالق الليل والنهار، أقسم بالله خالق السماء والأرض والبحار ومنزل الأمطار، ما جئت إلا لأفدي سيدي سبط النبي الكريم بروحي. ألا يوجد ناصر للحسين فاستجار بالنصارى؟ ارجع أيها الصبي، عد إلى أمك، فنحن لا حرب لنا مع أهل الكتاب. قطع الله لسانك يا لعين. ألا ترى أنك قد سللت سيفك الآن على كتاب الله؟ أكبر دليل على بطلان دعوى الحسين أنه قد أرسل نصرانيا للمذبح في هذا الميدان. أسألك أيها الصبي هل تعرف أسماء آلات السلاح؟ متفرجين على شعوذة هذا الصبي المراهق، اذهب واثقل أمه به. سمعا وطاعة. مناجسة واحدا لواحد، لكن ليس غريبا منك. نقض العهد أيها الكافر اللعين، فابرز لي بنفسك إن كنت رجلا. سأعطي جائزة جيدة لمن يأتيني برأس هذا الثعبان. أيها الحمقى، أتخافون حتى من ميتته؟ لم يمت بعد يا أمير، إنه حي. اصلبوه على صليب كالنصارى ليرى الأمير فيه رأيه. الذي تفعله يا شمر؟ ما هذا الذي أراه؟ هذا أحد بني كلب واسمه وهب، كان نصرانيا قبل أن يلتحق بالحسين. هذا دليل قاطع للعوام ليؤمنوا أن الحسين وأصحابه غير مسلمين. دعك من هذه الأراجيف يا شمر، لا تهدر الوقت بهذه الأباطيل، فلا نريد أن تزاد همومنا بإطالة الحرب. ما كان عليك أن تقبل بقتال المناجزة واحدا بواحد يا عمر، لأن رجالنا يهبون الموت ورجال الحسين طواقون للمنايا، كل واحد منهم يقابل سرية من رجالنا. خذ مثلا هذا الغلام المغرور، فقد قتل عددا من فرساننا الكبار. اقطعوا رأسه وأرسلوه لأمه. ولا تنسى يا شمر، لا ينبغي لأصحاب الحسين أن يتحدثوا لجنودنا، فألسنة هؤلاء القوم لا تقل حدة عن سيوفهم. حسنا يا أمير. هدية الأمير عمر بن سعد لأم وهب، لأم وهب. خروجك مقبول أيها المنتقم الكرار. هيا انهض، فالكوفة في انتظارك. لماذا أنت يا سيدتي؟ ألا أحسن زرعها؟ نحن فداك يا سيدتي، أنت سيدة هذا البيت، أخشى أن تتقشر راحتاك، عندها بماذا أجيب أبا إسحاق؟ أحاول أن أشغل نفسي كي لا تهاجمني الأوهام يا ضربي. ما الذي يقلقك يا سيدتي؟ كم تستغرق المسافة من مكة إلى الكوفة؟ بأية قوائم؟ قوائم؟ أجل، إذا كان المركب بغلا أو ناقة تستغرق شهرا، وإذا كان فرسا ف20 يوما. حتى لو كان المختار قادما على ناقة لكان قد وصل الآن. أخشى أن يكون قد ضل الطريق يا ضربي. أبو إسحاق لن يضل الطريق، فهو يعرف الصحراء مثل راحة يده يا سيدتي. إذا إلى أين ذهب؟ لماذا لم يصل بعد؟ لا تقلقي أبدا يا سيدتي، أبو إسحاق هو الذي قطع هذا الطريق وحده في ذهابه، أما تأخيره فقد يكون عن حكمة، لعله غير مسيره فطال أمده كي يضلل شرطة مكة في تعقبه لكي لا تصل أيديهم إليه. أين حرة؟ أين حرة يا ضربي؟ لقد كانت هنا تلعب بالتراب يا سيدتي. لا ترتبكي يا سيدتي، لو كانت واقعة في بئر لسمعنا لها صراخا فانتبهنا لها. النهر، النهر يا ضربي. حرة، حرة. حرة، حرة، أين أنت يا حرة؟ حرة، 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 أين أنت؟ أين أنت؟ حرة! الرجل أعطاني أرنب. بأي لغة تتكلم هذه الطفلة؟ بلغة أبيها. هل هي ابنتك؟ هي ابنتك أيضا. ماما أنا عندي أرنب. أنت دائما تفاجئ الإنسان. هذا من فنون الرجل الصياد يا سيدتي، ولابد للصياد أن يفاجئ الطريدة. حرة! حرة أين أنت يا ابنتي؟ ألا لعنة الله على الشيطان الرجيم! أنا لم أرى في حياتي طفلة كهذه أبدا. هذه شرارة وليست طفلة. كنا قد سمعنا أن البنات يشبهن أمهاتهن تماما، لكن هذه الطفلة لم تأخذ من أمها شيئا، كأنها أبوها، كلها حركات ومفاجآت. أخشى أن تكون قد تعرضت للدغة حية. أين أنت أيتها الشرارة؟ هذا أبو إسحاق بلحمه ودمه. أهكذا تصون الأمانة يا ضربي؟ كادت هذه الطفلة تهلك. روحي فداك أيها المختار، هذه ليست طفلة وحسب، بل هي بلاء أسود، هي شرارة، كتلة من نار. ضربي! نعم يا سيدتي، هل أنا كاذب؟ هذه الطفلة لا تعرف الخوف أبدا، حتى الحيوانات البرية هنا لا تعرف الأمان والراحة منها. ذات يوم يا سيدي كانت تتعقب أفعى كبيرة، ولولا رحمة الله للدغتها. أنا لم أرى طفلة في حياتي بطيش حرة وجرأتها الكبيرة، فلو كانت صبيا لفاق أباه تهورا وجرأة. انظر، إنها تضغط على هذا الحيوان المسكين حتى تكسر أضلاعه. اتركيه يا ابنتي، سوف يأكلك هذا بعبع. أنت تحسدني، اذهب من هنا. تفضل يا سيدي، خذ أمانتك الثانية يا سيدي، سالمة صحيحة، لقد شمت رائحتك فاضطربت. حقا إنك نعم المؤتمن يا ضربي. أجل، فالأمانة صعبة، إن هذه الأمانات كادت تقسم ظهري إلى نصفين. والآن تفضل واستلم، هذا بيتك كما هو، هذه زوجتك وهذه ابنتك وهذه دلدل. ولكن أعفني يا سيدي، فإني بعد هذه السنوات أريد أن أنام ليلة هانئة بلا خوف وبلا اضطراب. مما أنت مستاء يا ضربي. مستاء؟ لو ذبحتني الآن يا سيدي لن تجد في جسمي قطرة دم، لقد تخثر دمي خوفا على هذه الطفلة التي كادت تضيع من بين أيدينا. فلنفترض مثلا لو حدث لها مكروه لا سمح الله، من الذي يبرئ ساحتي من التقصير يا سيدي؟ لكنت خسرت كل ما كسبته من ماء وجه وشرف. لماذا لججت اليوم مع حرة يا ضربي؟ هي التي لجت معي، فما معنى دلواخة؟ أليس يعني بأنني سيء؟ ضربي، أعفو عن حرة لأجلي. أجل، سأسامحها فقط من أجلك، روحي فداك. أهلا وسهلا بك يا سيدي، تأخرت علينا فقلقنا عليك. أنا آسف يا ضربي، لقد حملك المختار عبئا ثقيلا جدا، وأتمنى أن أرد لك معروفك. ما هذا الكلام يا سيدي، أنا ربيب هذا البيت وخادمه. تفضل يا حاج. جزاك الله خيرا يا عمرة. عندك خبر عن أمي؟ أجل، ذهبت إليها ذات مرة، حالها جيدة بحمد الله، كن مطمئنا، لكنها تبدو متعبة قليلا وتحس بالغربة. لو أنها جاءت هنا إلى اللفقاء لما أحست بالغربة. لم يكن مقدورا يا مختار، أم ثابت أكبر مني سنا، فكان على السيدة دوما أن تذهب إليها. لم أقصد مطلقا أن أسألك لماذا ذهبت إلى بيت ضرتك، لأنني أعرف أن الغيرة لا مكان لها في قلبك أبدا، لكنني أعرف أن دوما ملعة بالخضرة والرياض والطيور، وبيئة اللفقاء مشابهة لبيئة الطائف، وكما نعلم هذا ليس موجودا في الكوفة. السيدة دوما امرأة فاضلة وأم حنونة، وأنا أتمتع بمجالستها كثيرا. مع هذا أقول لك، ليتك لم تزحزحها عن موطنها في الطائف. كان يجب أن أبعدها عن الطائف، فأبناء الزبير ضيقوا علينا بحقدهم، ولو بقيت دومة في الطائف لأخذوها رهينة. أتدرين لماذا؟ حتى أسلم نفسي لهم بكل سهولة يا عمرة. هل حقا انحدر أبناء الزبير إلى هذا الحد، فأدخلوا أحقادهم وعداءهم إلى بيوت أعدائهم وعوائلهم؟ إن أبناء الزبير أشد خطرا من آل أبي سفيان، لقد لمحت هذا جليا في نظرة عبد الله بن الزبير. عندما كانت الكعبة تحترق بالنار لمعت عيناه بكل وقاحة. كنت أرى كيف أن ابن الزبير كان في غاية السعادة وهو يرى كعبة الله تحترق، ويزداد تلذذا مع تصاعد اللهب. اقشعر بدني وهو يمانع من إطفاء الحريق. لماذا؟ كان يظن إحراق الكعبة سوف يزلزل أركان النظام الأموي ويساعد على إقامة حكمه. أهذه هي الهدية التي جلبتها من مكة؟ لقد فتحت جبهة جديدة لتخوض الحرب فيها يا مختار. من الآن فصاعدا ستحارب آل يزيد وآل الزبير. حماك الله. وأي هدية كنت تتوقعين أن أجلبها من مكة؟ يا حاج، أفضل هدية من مكة هي المعرفة. لقد اكتشفت عدوا جديدا، هل هذه الهدية قليلة؟ إذا استعدي لأيام أصعب من ذي قبل. هل حسبت عمرة ربة بيت ومطبخ ونديمة زوج وحسب؟ انظر إلى بيتك. لقد جهدت كل الجهد كي لا تبدو على بيتنا أية نقيصة، وأن يبقى كل شيء كما عهدته، غير أن غيابك كان صعبا جدا علينا. كنت أعد لحظات انتظارك بعدد شعرات رأس حرة. أنت كنت تضرب بسيفك وأنا كنت أسرح شعرها يا مختار. أنت كنت تدافع عن بيت الله وأنا كنت أصوغ بطولاتك قصصا في أذن ابنتنا. أنا كنت أتصدى للأعداء وأنت تجاهدين قلبك. إذا كان جهادك يا عمرة أعظم من جهادي. ليس هذا وقت تقسيم الغنائم يا حج. لقد تجرعت الكوفة فراقك 3 سنين، ألا يكفيها؟ هيا انهض، أمامنا وقت طويل للانتصار. المطالبون بثارات الحسين في انتظارك. كيان، هل فقدت شيئا؟ أجل، لقد فقدت صبري وسيطرتي على حواسي. قلبي يخفق يا ابن كامل. 3 سنين وأنا لم أرى أبا إسحاق. ما اتفق أن افترقنا حتى الآن مثل كل هذا الوقت؟ أنت لا تجيد المهارة يا كيان، لا تستطيع إخفاء أسرارك. هذا خارج عن إرادتي. إني أغبطك على كل هذه العواطف المتدفقة في قلبك. هنيئا لك، فأنت دائم الولاء والوفاء لمن تحب وما تحب. استدر يا كيان، محبوبك أطل بسمائه. حييت يا بطل، يا مبيد الغلام. حييت يا كيان أيها الصديق الوفي. كيان هذا أيها المختار لن يتركك حتى يجعل منك بطلا أسطوريا. من كان معه فسوف يصل حتما إلى بر النصر والأمان. أهلا وسهلا بك يا قاتل أبرهة الشام. قاتل الأبرهات وقاتل الغيلان كلاهما في معنى واحد يا ابن كامل. أمثال أبي إسحاق لا يتعلقون بقوم أو جماعة أو مكان. أبو إسحاق فخر للجميع. أجل، للجميع. أنت دائم الجد، ألا تعرف المزاح؟ مزاح ليس في محله. أحيانا يكون مزعجا في تشدده أيها المختار. أنت تثير هذه الزوابع المزعجة. هذا هو طبعك المجادل. لقد تشوقت كثيرا لمجادلاتكما الطفولية. هل تريدان أن تجرباني فتشركاني في المجادلة؟ أردنا أن نرفه عليك بهذه المداعبة. لا تتمازحا فيما لا يرضي الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لقد سمعنا أنك قد تغيرت كثيرا يا أبا إسحاق. أجل، لقد تغيرت كثيرا، وتغير كثير من توقعاتي ومطالبي. لقد تغيرت. يا لثارات الحسين. اسمع، هذا هو شعار الناس الأحرار، من أي قوم كانوا، عربا كانوا أم عجما. لذا فالمجادلات لا طائل منها أبدا. إن النقاش في التمييز العنصري مرفوض. ساوى الإسلام بيننا، فلا تلوثوا أرواحكم بالأنفاس الشيطانية. العرب والعجم من خلق رب واحد، إذن فكلنا إخوة، وأكرمكم أتقاكم. لقد تحدثنا إلى جميع أصدقائنا، فوجدنا ما يقارب ثلث الكوفيين مستعدين للبيعة. بلغني أن معظم زعماء الشيعة قد التفوا حول سليمان وهم يريدون الخروج للحرب. أجل، إنهم يريدون الانتحار يا مختار. سليمان ليس ملما بالأمور يا مختار. فلماذا يؤمره زعماء القوم؟ لأنك لم تكن في الكوفة يا مختار. فبعد فرار ابن زياد وفي غيابك اتكل الشيعة على سليمان الذي أطلق على نفسه شعار التواب وهتف يا لثارات الحسين. لا فرق بيني وبين سليمان. المهم أن هدفنا واحد. سليمان لا ينظر إليك بهذه النظرة الإيجابية. هو يعتقد أنك تطمح للحكم، والانتقام للإمام الحسين ما هو إلا حجة. لقد تحدثت إلى كثير من زعماء القوم أيها المختار. انهض الآن يا مختار وهم سيلحقون بك، وهم يعلمون أيضا أن سليمان لا علم ولا تجارب له بالأمور الحربية، فهو لا يحب أن يقتل يا أبا إسحاق، بل يتوق أن يقتل. يجب أن تدخل الكوفة بما أوتيت من قوة يا أبا إسحاق. لا، أنا سأدخل الكوفة بهدوء تام. سأحاول أن أتحدث إلى الوجهاء كي أقنعهم. لا أريد أن نستعرض قوتنا لكي لا يحدث تصدع. آل الزبير متربصون بنا ليحصل بيننا وبين التوابين صدام فيسيطر على الكوفة. ضربي، انزع اللجام والسرج عن دلدل. لماذا يا سيدي؟ لقد حان وقت ركوبها، كفاها أكلا وراحة. ليس الآن، لم يأتي وقت ركوبها بعد. بل تأخر وقت ركوبها. اركبها لترى كيف تهرول وكيف تختل في خبابها كأنها تتراقص، وأيضا في الرقد كأنها تحلق. يا سيدي ما أجملها، اركبها يا سيدي لترى بنفسك. دلدل مركب العروج يا ضربي. إن كانت هي مستعدة فلست مستعدا بعد. إذا كيف ستذهب إلى الكوفة؟ على رفيق سفري إلى مكة. هذه المسكينة لم تعد لها طاقة، كن رؤوفا معها، فهي مع كبر سنها حملتك من مكة إلى هنا. والله حرام يا سيدي، فارفق بها. سأتوافق وإياها. تعال يا عزيزتي، أنا حاولت معه لكنه للأسف لم يوافق. عليك بالصبر، إن الله وحده يعلم فقط ما هي الخطة التي قد رسمها لك في رأسه. ما شاء الله، ما هذه الصولة، ما هذه القامة. أجل، هذا هو أبو إسحاقنا. يخطر ببالي سؤال لا جواب له يا عبيدة. كيف يستقر حب الإمام الحسين في قلب مدنس بالخمرة؟ يا لثقل يا عزائي، كنت أصبر نفسي بأنك تصدق حبي. لو لم أصدق لما حصلت على جواب لسؤالي. أنا في انتظارك هذه الليلة، سنتحدث عن كيفية نهضتنا. كنت قد سمعت أنك بايعتهم بشرط الحصول على حكم العراق. هذا صحيح. إذن فأنت آت للحكم على الكوفة. ما جئت إلا للقيام. أهلا وسهلا يا مختار، أهلا وسهلا يا مختار، أهلا وسهلا يا مختار. ها أنا عدت يا نارية، ومعي كل تلك الهواجس. أهلا وسهلا بك يا مختار. كان هذا البيت حزينا من دونك. منذ الليلة سيكون بيتك ساحة حرب. السيدة دوما قد حدثتني عن كل شيء. السلام على شيخنا ومرادنا ومرشدنا التواب. أحسنت على حسن هذا الانتخاب. لقب التواب حقا إنه اسم على مسمى. لا أرى المختار في هذا المجلس. إذن أين هو؟ أين يكون؟ ومن جهتي أستبعد انضمام المختار إلى التوابين. الله أعلم. الله يعلم أنني لست محبا للحرب وسفك الدماء، ولكن أحب أن يعاقب الله قتلة أخي والذين أذلوا أهل بيته، وأن ينتقم لدمائنا المختار الثقفي. فالمختار هو وزيري وهو الأمير من قبلي، وقد أرسلته إلى العراق ليكون مدافعا لنا، فمن نصره فقد نصرنا نحن أهل البيت، وعليكم بتقوى الله ما استطعتم. لا حول ولا قوة إلا بالله.